أمم تتعلق بالإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة يواجهها حاكم مصر في لبنان رياض سلامه على خلفية أزمة الدولار في البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اللبنانية. رفعت النيابة العامة في لبنان دعوى قضائية شملت التهم المذكورة، مواجهة تلك التهم ضد حاكم مصر في لبنان ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دباغ. وفي وقت سابق خضع حاكم مصر في لبنان رياض سلامه لجلسة استماع من النيابة العامة في البلاد تتعلق بإدارته لأزمة الدولار في لبنان. مصرف لبنان أثار جدلا طويلا على مدار العام الماضي في قضايا عدة، ومر بمحطات من التحقيقات داخليا وخارجيا. في 3 مارس عام 2020 فتح القضاء اللبناني تحقيقا شمل 15 مسؤولا بشأن تحويل أكثر من 2 ملياري دولار إلى الخارج خلال الشهرين الأخيرين من عام 2019. وفي 21 يوليو عام 2020 وافق مجلس الوزراء اللبناني على الاستعانة بشركات متخصصة للقيام بالتدقيق الجنائي في مصرف لبنان. وفي 26 نوفمبر الماضي أعلنت الشركة المتخصصة بإجراء التدقيق المالي في حسابات المصرف انسحابها من المهمة في ظل عدم توفر المعلومات الكافية لها. وفي 22 ديسمبر عام 2009 أقر البرلمان اللبناني قانوناً لتعليق السرية المصرفية لمدة عام كامل لإفساح الطريق أمام التدقيق الجنائي في الحسابات المصرفية للبنك المركزي. وفي ضوء الاتهامات المستمرة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، كشفت سويسرا في 19 يناير عام 2021 عن تحقيق جنائي يتعلق بشأن تحويلات مالية تخص حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومقربين منه. وفي 28 يناير الجاري أعلنت النيابة اللبنانية توجيه تهم تتعلق بالإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة لرياض سلامة حاكم مصرف لبنان ومسؤولين مصرفيين آخرين.